Good morning, my student. How are you? Today we will take lesson 8 from unit 7, inshallah. Our lesson today is phonics. درسنا اليوم هو phonics, صوتيات. Open your activity book. نفتح كتاب التمارين. Page number 69. صفحة 69. Write the date of the page. نكتب التاريخ على الصفحة. Today is the 2nd of May 2021. It is Sunday. اليوم هو يوم الأحد. Let's read the title. نقرأ العنوان. Phonics. البي مع الاتش تلفظ اف. Phonics معناها صوتيات. Phonics معناها صوتيات. Our phonics today is about درس الصوتيات عندي عن صوتين. حرف الواي في آخر الكلمة والإنج. هذول الصوتين اللي رح ناخذ عنهم اليوم. الواي تلفظ اي والاي ان جي تلفظ إنج. Look at picture number one. نقرأ تحت الصورة. It is a sunny day. It is a sunny. نحط دائرة على كلمة sunny. Day. اليوم هو يوم مشمس. Jim اللي هو هيو. سوري هي جيم. جيم is reading. جيم بيقرأ a tiny book. أعيد. It is a sunny day. جيم is reading. جيم شو ماله؟ بيقرأ a tiny book. tiny معناها صغير جدا، بيقرأ كتاب صغير. إذا مرق معي sunny tiny ينتهي بواي تلفظ اي. مرق معي كمان كلمة reading تنتهي بانج. الآن نقرأ داخل الصورة. Look البنت شو بتحكي لجيم؟ Look انظر. It is sunny الجو مشمس. نحط دائرة على كلمة sunny. Let's go swimming. هيا بنا نذهب للسباحة. Let's go swimming. swimming معناها سباحة. شو حكى لها جيم؟ I can't. أنا لا أستطيع. I am busy. I am busy. I am busy. busy معناها مشغول. Look at picture number two. نقرأ على الصورة الثانية. الآن البنت بتطلع من الشباك، شو بتحكي؟ It is a rainy day. It is a rainy day. rainy معناها ماطر وday معناها يوم. It is a rainy day يعني اليوم يوم ماطر. جيم هيو جيم is cleaning his dirty bike. جيم هيو is cleaning. cleaning معناها ينظف. cleaning معناها ينظف. his dirty bike. dirty معناها متسخ أو وسخ. بايك دراجة. إذا it is a rainy day. اليوم هو يوم ماطر. Jim is cleaning his dirty bike. Jim عم بينظف بسكليته الوسخ. الآن البنت شو بتحكي له؟ Look انظر. It is rainy. الجو ماطر. Let's go shopping. هيا بنا نذهب للتسوق. In the shopping center. أعيد. It's rainy. الجو ماطر. Let's معناها هيا بنا. Go shopping. shopping تسوق. In the shopping center في مركز التسوق. shopping center اللي هي مركز التسوق. شو حكى لها؟ I can't. أنا لا أستطيع. I am busy. أنا مشغول. busy معناها مشغول. Look at picture number 3. نطلع على الصورة الثالثة.
It is a windy day. It is a windy day. Windy معناها عاصف أو مغبر. Jim is watching a funny film on TV. Jim is watching. Watching معناها يشاهد. A funny. Funny مرح. Film on TV. It's a windy day. اليوم هو يوم عاصف. Jim is watching a funny film on TV. Jim بيشاهد فيلم مرح على التلفاز. نشوف البنت شو حكت له. Look, انظر. It is windy. الجو عاصف. يعني في رياح. Let's go surfing. هيا بنا نذهب للتجوال. Surfing اللي هي التزلج على الماء. Surfing اللي هي معنى التجوال. اللي هي رياضة التزلج على الماء. الآن شو حكى لها؟ I can't. أنا لا أستطيع. I am busy. أنا مشغول. Look at the last picture. It's early in the morning. Early معناها باكرا. In the morning. Morning معناها صباح. الصباح. يعني إنه الصباح الباكر. كيتي اللي هي هيها كيتي is sleeping. كيتي نائمة. كيتي is sleeping. الآن وهي نائمة جيم بيطلع من الشباك. شاف الدنيا بتثلج. شو حكى لها؟ Look, it's snowy. الجو مثلج. Snowy مثلج. Let's go skating. هيا نذهب للتزلج. Let's go skating. الآن هي بتنام وبتشخر بتحكي ز عبارة عن إنها نايمة. الآن بدنا نعيد قراءة الكلمات اللي حطينا عليهم دوائر مع معانيهم. Sunny مشمس. Swimming سباحة. Busy مشغول. Reading يقرأ. Tiny صغير جدا. Rainy ماطر. Shopping تسوق. Busy مشغول. Rainy ماطر. Day يوم. Cleaning ينظف. Dirty وسخ أو متسخ. Windy عاصف. Surfing التجوال أو التزلج على الماء. Windy عاصف. Watching يشاهد. Funny مرح. Snowy مثلج. Skating التزلج على الجليد. Early باكرا. Morning الصباح. كيتي اللي هي هاي اسم البنت. Sleeping ينام. الآن شو مطلوب مني؟ Look at exercise number 2. Write A or ing. Busy. Busy تنتهي بواي. نكتب واي ونكتب جنبها معناها مشغول. Tiny. Tiny تنتهي بإي اللي هي واي معناها صغير. Cleaning. Cleaning تنتهي بإنج. إنج معناها ينظف. Shopping. Shopping تنتهي بإنج معناها يتسوق. Serving. Serving اللي هي التزلج على الماء تنتهي بإنج. Early. Early. Early معناها باكرا تنتهي بأي. أي. الآن let's move to exercise number 3. ننتقل للتمرين الثالث. Read the story. اقرأ القصة مرة ثانية. And write true or false. اكتب بالفراغ يا إما true. True معناها صحيح. Or false معناها خطأ. In picture 1 بالصورة الأولى. It is a windy day. هل بالصورة الأولى windy؟ No, it's sunny.
الجو صني بالصورة الأولى، فبنكتب هنا فولس. In picture 2 بالصورة الثانية، Jim is cleaning his dirty bike. Jim is cleaning his dirty bike. هل هو بينظف بسكليته؟ Yes. فبنكتب هنا true صح. In picture 3 بالصورة الثالثة، Katie is busy. Katie مشغولة؟ No. False. اللي مشغول هو Jim، فبنكتب false بالفراغ الثالث. In picture 4 بالصورة الرابعة، Jim is sleeping. Jim is sleeping. هل جيم نائم؟ No. فإذا نكتب هون false. الآن شو مطلوب مني واجب على الدرس؟ مطلوب مني واجب على الدرس إملاء بجميع الكلمات المحددة بدائرة. أعيد، الواجب المطلوب مني إملاء بجميع الكلمات المحددة ومحطوط عليها دائرة. طبعا كثير سهلين. إملاء بجميع الكلمات المحددة بدائرة. هيك يا مس أنهينا درسنا لليوم. نلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء. موعد الإملاء معك من اليوم لمساء بكرة. Good luck ويعطيكم العافية.